مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم مؤشر النيل. هذا البرنامج اللي من خلال الارقام والرصد والتحليل وبتحليل اكثر واقعيه بنتابع اداء سوق المال المصريه والعالميه والاقتصاد المصري كلها مجمعه في هذا البرنامج. اهلا بكم. نبدا مع مؤشرات الاربعاء. فقد انتهت جلسه اليوم ب ارتفاع جماعي لدى الإغلاق، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية جي اف 30 بنسبة 1.3% لينهي التعاملات عند مستوى 9539.4 نقطة. ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 87% ليصل إلى 1868.75 نقطة. وصلت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 83% ليصل إلى مستوى 2748.41 نقطة. على صعيد القطاعات الأكثر تداولا في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، جاء قطاع العقارات على رأس القطاعات الأكثر نشاطا بنسبة 16.23%. حل قطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا ثانيا من حيث التداولات بنسبة 15.4%. وأخيرا استقر قطاع رعاية صحية وأدوية في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبة 13.3%. هذا ويعني خلونا برضو أتابع معاكم آخر أخبار البورصات العالمية. فنحن نعلم البورصات الأمريكية يعني فتحت منذ قليل، فداو جونز مرتفع ب1.24%، وصل ل 32796.88 نقطة. اس ان بي 500 مرتفع ب1.5%، ناسداك مرتفع ب2.29%. بالنسبة للبورصات الأوروبية، اليورو ستوكس 50 طبعا هي أغلقت منذ فترة قصيرة، مرتفع ب1.3%. كاك 40 الفرنسي مرتفع ب97%، وداكس الألماني ب1.3%. ده كان سريعا آخر أخبار البورصات العالمية. خلونا نشوف بورصة مصر في البداية وتحليل لأداء البورصة اليوم مع عبر هاتف الأستاذ عصمت ياسين خبيرة أسواق المال. أستاذ عصمت تحياتي وأهلا بيكي. أهلا بحضرتك أستاذ حسام، كل سنة حضرتك طيب. وأنت طيبة وبخير دايما. يعني جلسة النهاردة مرتفعة، يعني شفتيها إزاي الجلسة؟ حقيقي النهاردة المؤشرات جميعها الثلاث مؤشرات كانت في المنطقة الخضراء. المؤشر الرئيسي، خلينا نتكلم أولا عن المؤشر الرئيسي. المؤشر الرئيسي رجع إن هو قدر يخلص الكوركشن اللي حصل. خلينا متفقين ان احنا لازلنا في اتجاه هابط، والاتجاه الهابط ده كان فيه ابورد كوركشن، طلعت فينا منطقه 9500، كنا منتظرين ان احنا نعديها ونبتدي نستهدف منطقه 9700، الا اننا دخلنا في كوركشن تاني بقى جلستين مش اكتر من كده. رجعنا تاني عملنا تيست على مناطق ال 9300 9200، ورجعنا تاني تدينا النهارده اغلقنا فوق 9500، بياكد لنا ان احنا دلوقتي قرب منطقه مقاومه رئيسيه عند منطقه 9500. حال استقرارنا فوق المنطقة دي هنرجع تاني نجرب على منطقة 9700 ثم 9850، ومنها إن شاء الله ل 10200. لكن ده محتاجين قوي إن احنا يكون ده موجود مع قوة شرائية على معظم الأسهم، وده بالفعل احنا بدأنا نشوف الكلام ده. بدأنا نشوف فيه سيولة جديدة بدأت تدخل، بدأت فيه سيولة من الصناديق الاستثمار. خلينا نقول النهاردة احنا بداية الجلسة كان فيه تصريف وعدة تصريف، لأن كنا وصلنا لمعظم الأسهم لمناطق مقاومة فرعية صحيح، فظهر عندها بياع إلا إن المشتري كان أقوى وقدر يصعد بالأسهم بنهاية التداولات. فده بيدينا ان في جو صحي دلوقتي في البورصه المصريه، برغم طبعا حضرتك عارف ان التوترات الموجوده خارجيا بتاثر علينا بشكل مباشر، الا اننا النهارده نقدر نقول ان احنا كنا منعزلين عن الاخبار السلبيه الموجوده العالميه. فكان حركه المؤشرات الرئيسيه النهارده بتؤكد ان احنا ان شاء الله هندخل في حركه سعريه ناشطه، ممكن ان احنا بيها ان احنا نعكس الاتجاه صاعد ان شاء الله في الفتره القريبه، شرط ان كل الاسهم تبتدي تتحرك وتبتدي تعمل تيست تاني على المناطق المقاومه وتثبت فوقيها. طبعا بقياده الاسهم القياديه زي سي اي في، هيرمس، مصر الاتصالات، وكل دول اللي احنا شايفينهم بالفعل بدا تدخل فيهم سيوله شرائيه جديده، وبدا يبقى فيه استحواذات. خلي بال حضرتك ان موضوع الاستحواذات اللي جاي لنا من دول الخليج واقتناص الفرص على معظم الاسهم بل اغلب الشركات المقيده في البورصه بيدينا اشاره قويه جدا بان الاسعار اللي فعلا القيمه السوقيه اقل بكثير من القيمه العادله لجميع الشركات، فبتعطي فرصه كبيره قوي ان في يكون فرصه واعده للاستثمارات ان شاء الله الفتره اللي جايه. ده بالنسبه للمؤشر الرئيسي. اتفضل يا فندم. اي جي اكس 70 برضه بدا يشتغل بشكل ثاني بعد يمكن سكون لمده
حقيقي. مش قليله بالضبط. يعني. بالضبط وهل تمام. نشوف احنا هنا هيبقى في تبادل ما بين الثلاثيني والسبعيني، ده يشتغل وده يقف وده يشتغل وده يقف، ولا الاثنين عشان وصلوا لارقام سعريه هزيله بدأوا جدا يشتغلوا مع زي بعض. ما بنقول، فممكن الاثنين يشتغلوا مع بعض؟ بالظبط، احنا عندنا في قاعده اساسيه في التحليل الفني لما بنكون بنعكس اتجاه لاتجاه رئيسي، ان احنا شرط ان كل مؤشر يؤكد حركه المؤشر الاخر. نعم. النهارده عندي مؤشر رئيسي وصل لمنطقه مقاومه في نفس بالتوازي مع المؤشر ال 70 اللي وصل لمنطقه ال 1860 1868 تحديدا، اغلق عندها بيدينا برضو اشاره ان احنا خلاص داخلين على منطقه 1950 ثم 2000. ده معنى كده ان المؤشرين بداوا ياكدوا بعضهم البعض، ومعنى كده ان فعلا السيوله الشرائيه القويه اللي بدات تدخل سواء بقى من الافراد سواء من صناديق الاستثمار المحليه، ونقدر نقول كمان الصناديق الحكوميه، صناديق البريد، صناديق التامين، صناديق دي كلها بدات تدخل وتدي حركه قويه جدا في الماركت. فبدانا نشوف بالفعل الحركه دي، بس احنا بنتمنى استمرارها. هيكون نعم. استمرارها بايه؟ باخبار بقى محليه ايجابيه لما ينتظرها المستثمر في السوق المصري. طبعا الدولار صاعد امام جميع العملات، يعني حتى الان معايا على الشاشة اليورو يو اس دي، يعني اليورو منخفض قدام الدولار ب 8%، وصل 1.156 من 10,000. الجي بي باوند قدام اليو اس دولار نازل برضو ب 23%، 1.2144 من 10,000. ايضا الدولار مرتفع امام الجنيه المصري، شايفه تاثير ده على البورصه المصريه؟ هل ارتفاع الدولار امام الجنيه بيدي ميزه، خاصه ان احنا شايفين الاجانب متخارجين بشكل كبير؟ بالظبط. بص حضرتك، احنا طبعا جوه الاقتصاد المحلي بنبقى متضايقين ان الدولار سعره بيرتفع امام الجنيه، لانه بيعيق حركه الاستثمار وبيعيق الاستيراد بعض المواد الخام اللي محتاجينها للتصنيع. نعم. لكن لو بصينا من النقطه الثانيه للاستثمار الغير مباشر زي البورصه، البورصه عندي انا بعيد تقييم الشركات المقيده، وبعيد تقييم القيمه الاسميه القيمه الدفتريه للاسهم بناء على تراجع سعر الجنيه قصاد الدولار. فتكون العلاقه مع البورصه المصريه علاقه طرديه، سعر الدولار بيطلع الاسهم عندي بتدفع. ده مش بيقول لي ان احنا في احسن حاجه، وهتلاقي برضو الجي دي بي برضو هيطلع الناتج المحلي، لكن ده مش الحقيقي، لان ده كل ده هيكون ده الارتفاع بناء عن اعاده التقييم واعاده التسعير لسعر الجنيه امام الدولار. لازم اسالك هنا سؤال، اعاده التقييم بتكون لصالح ولا لضد الاسهم؟ يعني المفروض ان انا بعيد تقييم الحاجه بالجنيه المصري او قيمه الجنيه المصري قدام الدولار، فالحاجه قيمتها بتنزل. ده قيمتها بتنزل، لكن حضرتك لما هتيجي تقيم لي الشركه نفسها بتعيد تقييم سعر الحاجه بسعر الدولار الجديد. نعم. لان حضرتك بتقيم الاصول، اصول نعم. الشركات، فلما هقيم اصول الشركات هبتدي ارتفع بسعرها بسعر الدولار. ده بينعكس عندي بالايجاب حركه السهم، لان السهم نفسه سعره بيرتفع، لان السهم اساسا الشير بتاعه من الجنيه بدا يرتفع، بدا يزيد. فهتكون الحركة إيجابية مع البورصة المصرية. يعني احنا نقدر نقول بشكل ما ان الارتفاعات اللي احنا شايفين، او تبرري بايه الارتفاعات اللي احنا شايفينها هذه الفترة؟ طبعا هل مثلا لانخفاض الجنيه امام الدولار، هل دي وجود نقطة. فضلي. ايوه دي نقطة من النقاط، ان هو انخفاض الجنيه، بس الاهم عندي من كل دوت هو ان انا عايزة ان انا يكون سعر الجنيه سعر يعني فير، سعر عادل يقدر يدخل لي يرجع لي تاني المستثمر الاجنبي، خاصة كمان لو حضرتك احنا متابعين طبعا كلنا الاخبار العالمية والاقتصاد العالمي، وسمعنا ان الفيدرالي بدأ يقول ان خلاص الدورة التشددية لارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر الفايدة هناك بدأت تنخفض، فمعنى كده ان هتبتدي الاستثمارات الاجنبية الغير مباشرة والهوت ماني كمان هيبتدي يدور على سبل اخرى علشان يبتدي يتحرك. فدي هتكون فرصتنا ان احنا يكون عندي سعر عادل للجنيه، ما يقوليش ان سعر العملة عندي غالي. لو سعر العملة عندي غالي برضه هفضل غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية. نعم. إنما مع ارتفاع دلوقتي سعر الدولار أمام الجنيه، فأصبح سعر الجنيه منخفض أمام الدولار، فممكن يكون دلوقتي في أريحية لصناديق الاستثمار الأجنبية والمؤسسات الأجنبية إنها تبتدي تعيد ضخ السيولة تاني مرة تانية في الاستثمار في الاقتصاد المباشر في مصر. نعم. وده هنشوفه طبعا هينعكس عندنا، قبل ما هينعكس على الاقتصاد المباشر هينعكس عندنا على الاستثمار الغير مباشر في البورصه المصريه. لو احنا اتكلمنا على اسواق المال الخليجيه، طبعا هي اغلقت النهارده منخفضه بسبب توتر العلاقات بين الولايات المتحده والصين، وطبعا اكيد بسبب زياره بيلوسي لتايوان. خلينا نسال، يعني هل في خوف بشكل ما من توتر هذه العلاقات او انخفاض الاسهم في الخليج ممكن تاثر ان العرب يسحبوا
استثماراتهم تاني من البورصة في ظل الخوف؟ هقول لحضرتك حاجة. طبعا هو الزيارة دي ثالث راس، أهم ثالث راس في أمريكا أنها تروح تزور تايوان، ده معنى كده أنها بتدي إشارة صريحة للعالم كله بأن أمريكا واقفة معاها. فده نعم. اللي عمل عملية حالة من التوتر والخوف، لأن احنا بدأنا نتذكر بسرعة حالة الخوف والتوتر اللي شافتها الأسواق خلال الحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على جميع الأسواق. فاحنا خايفين أن يكون في زوبعة أخرى هتجيلنا من ناحية ثانية، من ناحية الصين وتايوان. لكن الخوف على الاستثمارات العربية جوه مصر، الاستثمارات العربية لاقية فرصة كبيرة للاستثمار في مصر حاليا في هذه الفترة. إنما لو حصل خوف وحصلت حرب فعلا، يعني ده لا نرجوه وإن شاء الله ما يحصلش، هيبتدي يسحب وهيحصل انكماش آخر. وفي الحالة دي مش هيكون انكماش عادي، لا، احنا في الحالة دي هندخل في ريسيشن حقيقي على الاقتصادات العالمية كلها، وبالتبعية مصر مش منعزل عن العالم، مصر صحيح داخل العالم وهنتأثر بالتأكيد. لكن احنا على حتى اللحظة يعني اللي شفناه النهاردة، احنا داخلين النهاردة جلسة التداول اليوم وكان عندنا تخوف ان احنا نلاقي فيه ضغط ونلاقي فيه بياع شرس يبتدي يتخارج. احنا بالفعل شفنا بعض البيع، بس كان بيع طبيعي وكان مترجم بالنسبة لنا ان احنا وصلنا لمناطق مقاومة فرعية كان طبيعي جدا ان انا اشاهد عندها البياع يظهر. لكن لغاية نهاية الجلسة ومع ظهور صناديق الاستثمار خاصة المحلية ودخولها بالقوة الشرائية اللي حصلت، بتأكد لي ان احنا السوق المصري بقى منعزل لفترة ما عن هذه الاخبار العالمية. نعم، بشكرك استاذة عصمت ياسين خبيرة اسواق المال، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذا التحليل، واجيلكم تاني بعد الفاصل. ينضم الي في الاستوديو ضيفة الاستاذة منى مصطفى، اهلا بيكي، وخلونا نبدا نعود بعد هذا الفاصل. اهلا بكم مره ثانيه، برحب بضيفتي في الاستوديو الاستاذه منى مصطفى خبيره اسواق المال، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. يعني طبعا احنا اتكلمنا مع الاستاذه عصمت ياسين ان عمليه اعاده تقييم الاصول كانت جزء بشكل كبير من ارتفاع البورصه المصريه في الفتره بسبب ارتفاع طبعا الدولار. عموما يعني الجلسه النهارده شفتيها ازاي في البدايه؟ طيب، هي مش جلسة النهاردة بس، هي مجموعة من الجلسات كده احنا بدأناها من نص سبعة اللي فات او من بعد ما رجعنا من اجازة العيد. كان في بعض التحركات الايجابية او التجمعية اللي كانت بتحصل على الاسهم وبالتالي انعكست على اداء المؤشرين، وده بعد سلسلة من الهبوط العنيف احنا بنعيشه من 2018 او من التصحيح زي ما بنقول، موجة تصحيحية كبيرة. نقدر نقول ان احنا عملنا قاع رئيسي عند المناطق دي، لحد دلوقتي ما نقدرش، ولكن ليه؟ لان احنا لسه مستنيين مناطق مهمه او مناطق زي ما بنقول كده، مش هنقول عليها مقاومات ولكن حدود امان، نقدر ان احنا لو تخطيناها يبقى احنا كده خلاص بدانا ان احنا نستعد لاتجاه صاعد طويل الاجل ان شاء الله. تمام. فجلسه النهارده هي سلسله او جزء من سلسله ارتفاعات واداء مش هنقول متفائل، لان هو متفائل يشوبه الحذر. احنا عمالين يعني العالم كله عمال يواجه موجه من الحروب ومن التقلبات ومن المشاكل الاقتصاديه ومن الارقام الاقتصاديه غير مبشره، زي ما حصل امس موضوع الصين وتايوان، فبالتالي وأمريكا. الشهيه للمستثمرين بشكل عام all over the world، مش عندنا احنا بس، تمام، هي مش مقبله على الاستثمار، ولكن هي تفضل دائما الاحتفاظ بالكاش، ويمكن ده احنا شايفينه في سوق السندات او الديون الحكوميه بشكل او باخر. صحيح ان احنا كسوق ناشئ من او اسواق الناشئ في الادوات الحكوميه بتشوف تراجعات، ويمكن على راسهم مصر، لان احنا كان عندنا نزوح قوي جدا من الاستثمارات الاجنبيه خلال الفتره اللي فاتت، ولو حتى شفنا بعض الدخول او عوده منها بشكل صناديق او بشكل مؤسسي، هي في الاخر هتكون اوفشور مصري من النهايه، وبعض الاستثمارات العربيه اللي بتبدا تتضخ تدريجيا. طيب، ده يمهد لي ان احنا نقول احنا خلاص هنبدا نطمن ونبدا ان احنا نشوف اتجاه صاعد. لسه عندنا كتير من الاخبار اللي احنا منتظرينها مع بدايه الاسبوع الجديد هي اللي هتبدا ان هي تحيي الامل في المستثمرين. من منتظرين ايه؟ ايه الاهم الاخبار يعني المنتظرينها؟ على راسهم المفروض تغيير قيادات سوق المال،
تمام، احنا عايزين نشوف الحركه الجديده هتؤدي الى ايه. عندنا مشكله مع جهه معينه، مع شخص معين، واتيفر السبب ايه، ولكن هو في سبوتنج جامد جدا من المتعاملين على يعني هم كانوا متعاملين كانوا بيتكلموا في فكر المتعاملين والعاملين في مجال سوق المال، كانوا بيتكلموا على فكره الضريبه الراسماليه اللي لم تثبت حتى الان جدواها، ولا هتثبت. كانوا بيطلبوا ان هي تتلغي او تؤجل على الاقل 3 سنين، ولا هتثبت جدواها، ولا الحكومه هتحصل منها حاجه طول ما السوق بالضعف ده. كسبني وانا هديك، ولكن ما تهدمش او ما تبقاش يكون في قرارات غير بناءه في السوق بشكل عام وبتطفش للمستثمرين وتطلب مني ضريبه اتلغت او ما اتلغتش. انا بتكلم على مناخ عام، ان المستثمر يحس ان هو جزء من المنظومه الاقتصاديه اللي الدوله بتبدا تحط عينها عليه. كتير من المبادرات الرئيسيه اللي احنا شايفينها تتجه لكتير من القطاعات المتضرره، ولكن احنا لحد دلوقتي مش شايفين مبادره خاصه بالبورصه او بسوق المال. نعم. وانس ان المتعامل او المستثمر يحس بالطمانينه ديت، هيبدا ان هو يدخل الفلوس بتاعته، اي هيبدا ان هو ينجكت تاني في الماركت كاش كتير بشكل كبير. طيب بسبب التوترات العالميه، يعني انا شايف النهارده داو جونز طالع، اس ام بي 500 طالع، ناسداك طالع، وطالعين بارقام يعني كويسه. داو جونز طالع 1.3، الاس ام بي طالع ب 1.59%، ناسداك طالع ب 2.55% حتى الان. الاسواق الاوروبيه كلها مغلقه على ارتفاعات. فكره تروحهم يعني، واحنا ما زلنا في التوترات الجيوسياسيه، احنا مش هي دي العامل المسيطر دلوقتي على سلوك المستثمر، بل بالعكس هي النظره الاقتصاديه المستقبليه للاقتصاد العالمي لشكل التجاره والبيانات الاقتصاديه اللي احنا بنشوفها من حين لاخر. سبب التصاعد او يعني زي ما بنقول كده ان هو بيحاول يتعافى من بعض الاخبار السلبيه بشان البيانات الاقتصاديه، او المستثمرين لسه والمضاربين بيحاولوا ان هم زي ما بيقولوا يسرفايف في الماركت. دي بسبب ان المركز الفدرالي الامريكي بدا يقول ان احنا مش هنشدد زياده بالظبط، هيكون في تخفيف لوتيره رفع الفايده، وبالتالي ده هيحسن شويه من الاداء الاقتصادي بشكل عام للدوله، وبالتالي هيبدا يحسن المزاج العام ويشجع المستثمرين لضخ مزيد من الاموال في سوق الاسهم. مش في سوق الاسهم، هو في الاستثمار بشكل عام الاستثمار. ولكن دايما احنا متعودين ان سوق الاسهم هو اكتر استثمار بيقدر يتعافى بسرعه، بيقدر يعوض الخسائر او اللوسز بتاعت الناس بشكل سريع. الاثار الاقتصاديه سريعا كده، في العالم كله احنا شايفين اسعار النفط بترتفع، ما زالت مرتفعه، ودعم التضخم بسبب ارتفاع اسعار الوقود على مستوى العالم. طبعا اسعار الذهب بدات شويه تطلع وشويه تنزل حسب بقى المزاج العام والملاذ الامن وغيره. شايفه عموما ارتباطنا ايضا بالاقتصاد، الاقتصاد المصري، البنك الدولي كان لسه من ايام بيقول ان الاقتصاد هيعمل وتيره اعلى مما كان متوقع، ويمكن الوحيده على مستوى العالم 5.9 تقريبا، ولكن كان عندهم ملاحظات شديده جدا لازم ناخدها بعين الاعتبار. في حاجات كتير لازم ان احنا نبدا نشتغل بشكل جاد جدا وبشكل سريع عشان نبدا ان احنا نحقق التوقعات دي. لو ما قدرناش ان احنا نغطي السيكتورز والثغرات اللي احنا بنشوفها، لا هيكون في كلام تاني. نعم. انا بشكرك استاذه منى مصطفى خبيره اسواق المال، شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده. ميرسي. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم على متابعه مؤشر النيل، بنحلل البورصه المصريه والبورصات العالميه وارتباطهم ببعض بشكل اكثر واقعيه. تابعونا دائما، بنخليكم تحت فريق عمل هذه الحلقه، وتحياتي عصام الدين عطف، الى اللقاء.